السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معكم عمر من قناة سي بي ناين مدرجات. لكم اليوم فيديو جديد. اليوم الفيديو راح يكون فيديو زمني. طبعا انا صوتي واطي، عم وطي صوتي لانه انا بالدوام و خايف انه يطلع صوتي عالي وانفضح. ف بدل ما حضوع لكم وقتكم، خلينا نبدأ بالزمني. ان شاء الله ما يسمعني حدا وانا عم بتحمس مشان الزمني. طبعا انا بالفيديو الماضي شرحت الريتس، شرحت كل شيء بالابديت بشكل سريع. اذا في عندكم استفسارات اكيد اكتبوا لي بالكومنتس، اذا في شيء بتحبوا تسألوا عنه. طبعا كينج الاحمر الجديد هو الكاونتر تبع البيرس ميتا اللي نزلوه نت ماربل كتير كتير بكير. المفروض يعني ينزل بعد شهر شهرين ثلاثة اعتقد، بس بصراحة انا كتير مبسوط انه نزلوه، لانه الميتا تبع البي في بي الماضية كانت جدا مزعجة وانا كتير كرهت البي في بي منها. خاصة انه اولا انا مو كتير بصراحة معجب بفالنتي، ما حبيتها كشخصية وما بدي احطها بالوش لاني بحسها مثل عالي على التيم تبعي، والجيوم تبعات فالنتي عم ياخدوا ساعات، احيانا مو ساعات يعني مبالغة هي، بس عم ياخدوا وقت كتير كتير طويل لحتى يخلصوا. ف بصراحة ده خلقي من البي في بي، وانا اكتر شيء كان استمتع فيه باللعبة هو البي في بي. البي في اي بستمتع فيه نوعا ما، بس بعتبره مثل بروسيجر او بروسيس مشان اوصل للمرحلة اللي انا فيني اتطور فيها بالبي في بي. فما رح اطول عليكم كتير، بس راح اشرح لكم على السريع. بعد انا شرحت بالفيديو الماضي تبعي عن سبيشالات كينج، بس خليني اشرح على السريع شو الفائده منه. الباسيف تبعه واليونيك تبعه بتقلك reduce all enemies pierce rate by half and also reduce the value of additional increase or decrease by half. يعني اذا اللي ضدك بس بلش الجيم البيرس تبعه 200 بتسوي له اياه 100 بكل بساطه. اذا كان ال 200 هي اخذ 100 من لنقول ليليا و100 منه، حينقص بالنهايه للنص. الفاينل بيرس اللي حيكون تبع اللي ضدك حينقص للنص. هذا هو السبب الرئيسي لوجود كينج باي تيم، مع العلم انه انت فيك تحط كينج بالسب وتستخدمه. يعني مو مثل فالنتي لازم تكون بالوش اللي هي لك وين هيروز انتر باتل، لا هذا كينج لو كان موجود بالسب بتنفع اليونيك تبعه. فهذا الشيء كتير رائع. السبيشالات تبعه عنده سكيلين التنتين اي او اي، يعني ممكن يكون جيد للفار. السبيشال هي بتعطي بتعمل اكسبلود افكت، بتعمل 100 دمج بعد 150 بعد 200. الاكسبلود شو هو؟ مثل انه انت بتحط عليه مثل قنبلة للي ضدك، بعد لفة او لفتين بتنفجر هاي القنبلة، بتعمل 100% من الدمج اللي انت عملته. بصراحة انا حسيتها كتير عادية، لانه انت اذا عندك كينج الازرق او عندك ليليا بتقدر تعمل بيوريفايد شي لهي الاكسبلود. السبيشال التاني تبعه حلوة بصراحة، اللي هي او الحرة الاولى ممكن تقول، كمان اي او اي يعني بتضرب الكل 120 بعد 120 بعد 180. بس على السيلفر بتصير بتعمل ديسابل ريكفري سكيلز، يعني ما فيك تستخدم البيوريفاي ولا بتقدر تعمل هيل. هذا الشيء كتير حلو، يعني انت ممكن و اي او اي يعني التيم كله اللي ضدك بتعمل له سيل انه ما بيقدر يعمل بيوريفاي. فممكن الكومبينيشن يكون بين السبيشالات تبعاته حلو. الشيء الوحيد اللي زعجني بالبانر انه مو موجود اسكانور ولا موجود مليودس ولا شيء، موجودة بس هي وينه هي اللي هي ما عندي اياها لهلا، الباقي كلياته عندي اياهم. فخلينا نبلش بدل ما اضوع لكم وقتكم. بسم الله ان شاء الله ما يجي حدا. اول مالتي اعتقد هعمل 5 مالتيات او لعند البيتي تايمر هالمرة اوقف، لانه ما بدي طول الفيديو، بس ان شاء الله بيطلع بكير. متأمل هلا انه يطلع. طبعا انا كتير صوتي موطي لانه انا قاعد مثل مكان شبه عام تقريبا وما بدي حدا يسمعني ويقولوا لحالهم هذا قاعد عم يلعب على التليفون. حلو ريمبو، حلو. تاني واحدة، تاني واحدة. بسم الله بسم الله. كين 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 كين. اخ يلا كوين. على فكرة لو كان كينج كنت حوقف، لاني انا بدي احاول باقل مثل ما بيقولوا اقل اضرار اطلع من البانر. يعني اذا بيطلع لي اول مالتي هاخده وامشي،
انا مو جاي لا جمع كوينز ولا جاي بدي اي شيء. الشيء الوحيد اللي بدي اياه هو اني طلع كينج وسلام عليكم. هي شكلها والله ما بعرف شو شكلها، هلا بنشوف. طيب يلا موصل البيتي تايمر بسرعة. اذا بيطلع لي ب 150 جيم انا راضي، ما بدي منه اي نسخ، ما بدي منه اي شيء، بس بدي منه نسخة واحدة مشان احطه بالسب. وبدي اعمل يو ار جير ان شاء الله على كينج، حورجيكم الفيديو ان شاء الله، حصور لكم اياه وححكي لكم شو احسن يو ار جير ممكن تحطوه لكينج. اعتقد الكل بيعرف اتش بي ديفنس. ف يعني ان شاء الله الفترة القريبة الجاية راح احاول ظبط الجير اللي على كينج اللي عندي، ظبط الرولات اللي عليه مشان اسوي يو ار. طبعا انا كتير متحمس لليو ار جير على كينج، ان شاء الله يطلع كينج الاحمر قبل ما اخلص كل شي معي. هي اعتقد فيها اس اس ار، عندي احساس، بس الخشب اللي بايده بتكئبني. كاونتر كاونتر، لازم ما اتحمس كتير. كاونتر، يلا كينج الاحمر. بس المصيبة صرنا عند البيتي 60، والله الشيطان شيطان عم يلعب بيعبي. يلا دبل اس اس ار، اعتقد اذا كان دبل اس اس ار كان كينج بيناتهم. وريني التالت، تالت وحدة. طيب اثنين، هلا هلا نشوف. ما راح احكي ولا شيء، انا اتحفظ بحق الرد. كوين، يلا ما فيني اقول غير كوين. يلا اعطوني كينج الاحمر، خلوني اطلع باقل ضرر يا جماعة، الله يرضى عليكم. هاي حاسسها سيئة، والله الخشبة سيئة يا جماعة. والله في امل، الشمس مشرقة والدنيا حلوة هات لنشوف. ازرق بسرعة سكيب. اوه هندريكسن، هندريكسن هذا اللي كنت بدي اياه. طيب كمان هلا اذا ما بيطلع لي حدا هون بوصل على البيتي، بنعمل هذا جارنتيد وصلى الله وبارك. سلام عليكم. على فكرة بالستوري الجديدة اللي بده جيمات كمان بيقدر ياخد جيمات كتير اعتقد من الستوري الجديدة ومن الريفرس ستيجز اللي نزلوها. يعني في كونتنت حلو هلا ممكن واحد يعمل عليها فيديوهات، بس من كم يوم كانت ميتة. طبعا هاي الجارنتيد فما في داعي يتحمس مثل كل مرة عليها، مع انه الانيميشن تبعها كتير كتير سيء. انا فتت على البانر معي 400 وشوي. الله يستر ان شاء الله ما اضطر اروح كل شي مشان كينج وما يطلع. انا عندي تفاؤل انه حيطلع بهاي البول، ما بعرف ليش. الاخير، واو. اعمل سكيبات 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 سكيبات. والله انا بصراحة فكرة ما كتير الي مرة اشوف الانيميشن تبع السامنز، بس بحس شوي ممتع انك هيك انت تكون مالك عرفان شو حيطلع لك فجأة هيك تتحمس. بس انا لو مني وعلي يعني ما عندي مشكلة اعمل سكيب. يمكن هذا هو، لا اللي بعده اردن، اعتقد اردن عندي 6 6 كينج. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. إلي هوك كوين. مصيبة الحظ السيء تبع اكسل شكله عم يلحقني لهون. طيب هلا اذا ما في انيميشن حلو كاونتر او شي بدي اعمل. ديمون فور ونجوم جارنتيد اس اس ار، ان شاء الله يكون دبل اس اس ار. ان شاء الله كينج، ان شاء الله كينج. ما بدي اطلع على البيتي تاني لاني انا بدي 120 جيم مشان اشتري اللبس تبع ليليا. يعني في هاي النقطة كتير كتير مشكلة. بسم الله دبل اس اس ار. يلا التانية، ما حنطول كتير لحتى نشوف. لا تعطوني شي سيء الله يرضى عليكم، اعطوني كينج. كل الشخصيات السيئة بالعالم عم تطلع لي. طيب هلا اذا ما في جارانتيد انيميشن رح اعمل سكيب. هلا بنشوف في كاونتر. نكمل، ما في كاونتر، ما هذا ما في داعي.
هذا جارانتيد انه ما في اس اس ار. طيب خلينا نشوف اللي بعدها. اوكي اسكنور انيميشن، اسكنور انيميشن نفسي يتحمس اكتر من هيك. بس نصيبك كتير خايف حدا يسمعني. اسكنور انيميشن جارانتيد دبل اس اس ار، يلا اعطوني كي يلا. باقي لي نسخة كمان من جيريكو، اذا بتطلع لي جيريكو بتصير 6-6. كرول سان يا رب يا رب كينج يا رب كينج، خليني اخلص منه بسرعة. حلو الاثنين ورا بعض صايرين، اعتقد الرابعة والخامسة. سكيب 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 سكيب، هاي ثلاثة أربع، يلعن هندريكسن. طيب اللي بعده كينج، يلا كينج 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 كينج. هالبرام البرام الأحمر مو مشكلة، هذا الوحيد يمكن اللي هلأ مو كوين. جارانتيد انيميشن ولا سكيب؟ والله شكله سكيب، ما بعرف شو القصة الفترة الأخيرة، حظي صار سكيب. واو هاي آخر ملتي، والله شكلها فيها، شكلها هي فيها، شكلها فيها تراش. طيب أعتقد هيك خالصين إحنا. بصراحة ما بعرف هلأ شو الوضع. أعتقد هخلص الستوري وارجع احاول محاولة تانية، بس حتى اورجيكم انا كان عندي صفر اس اس ار كوينز، طلع لي ستة اس اس ار بالبانر هاي، ولا واحد منه المفيد غير هيلبرام. وين هيلبرام؟ خليني احطه. هيلبرام هيلبرام هيلبرام، ما بده يطلع هيلبرام. هيو هيك صار عندي اربعة فور سكس هيلبرام، كمان نسختين من ماكسو. بس هيك كان الفيديو تبعنا تبع اليوم، ان شاء الله تكونوا انبسطتوا على الفيديو. اذا انبسطتوا على الفيديو استمتعتوا، يا ريت تدعمونا القناة باللايكات والشير والسبسكرايب، ونشوفكم على خير.